ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية التعاملات، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 3.7 من 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 750 مليار و800 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 69%، ليغلق عند مستوى 11743 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 63%، ليغلق عند مستوى 2003 نقاط. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 76%، ليغلق عند مستوى 3031 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار عملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيه و30 قرشا للشراء و18 جنيه و43 قرشا للبيع، وسجل اليورو 20 جنيه و11 قرشا للشراء و20 جنيه و26 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 24 جنيه و16 قرشا للشراء و24 جنيه و34 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و98 قرشا للشراء و5 جنيهات وقرشا للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيهات و88 قرشا للشراء و4 جنيهات و91 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية ليصل في المعاملات الفورية عند مستوى 1911 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي، سجل عيار 18 نحو 848 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 990 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1131 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7920 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط في تعاملات مضطربة بسبب تعطل صادرات خامات روسيا وكازاخستان، وذلك عبر خط أنابيب بحر قزوين. وارتفع خام برنت بنسبة 2% ليصل إلى 119 دولارا و65 سنتا للبرميل. وصعد الخام الأمريكي بنسبة 3% مسجلا 114 دولارا و32 سنتا.